الحلوة شوي كثيرة. اي من كيف قاعدة تختار؟ لا بس الحلوة هذه ما قارية بس تقلي الأخرى هي. تحت المياه في العصر. ايش حديري بيها؟ هادي شو وحده جوش انا شوف انا كنت جميل هذا الحمران ممكن عم نحط انا عندي غير هاي هذه اورو 90 اورو 60 ناخذ هذه نديرها غير ديك هادي ها خدي هادي والله هاد الحكي على جوج ورق هادي تسمع لا هي هذيك اللي خديت هذه اللي خديت خديجه خذي لي هذا اللوز هذا اخي داك اللي مهر مهر هذا هذا ولا هذا لا هذا هذا السلام عليكم البنات مرحبا بكم في فيديو جديد جيتكم اليوم واحد كيكه يا البنات بطريقه جديده واحد كيكه يا البنات زوينه 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 بزاف كنقول لكم بالصحه والراحه بداو لا فيديو من الاول حتى للتالي ولي بارطاج ولي لايك وشكرا لكم البنات كانت هاد الكيكه هذه درتها لكوتي وكوتي اللي درت معاه مسمن كنقول لكم بالصحه والراحه كيما قلت لكم البنات غادي نبداو ان شاء الله باش نوجدوا هاد الكيكه هذه كيما قلت لكم في الاول واحد الكيكه ان شاء الله طريقه جديده عندي البنات هنايا 4 ديال البيضات عندي هنايا كاس ديال الزيت كاس العلبه وعندي هنايا كاس ديال السكر ديال سنيده نص كاس ديال الحليب حتى هو ديال العلبه قشور ديال الحامض حامضه محكوكه قشور ديالها عندي هنايا واحد المعلقه ديال الكوفيتير هي باش غادي نعجن ان شاء الله باش نخلطها مع لاباط ولا فارينا البنات عندي 200 غرام البنات انا راني عبرتها و 200 غرام كتعطينا جوج كيسان هكايا عامرين ديال العلبه غير هو البنات هاد لافارين هادي حاولوا عفاكم تعبروها والعبار الزوين راه تقدروا تعبروها غير بهادو ها كما قلت لكم انا راه عبرتها وعاد عمرتها فهاد الكيسان عطاتني جوج باش نعطيكم العبار هو هذاك انا هانتوما يا البنات راني عبرتها هذا فهاد الميزان هذا ملي كنديروا الخليط ديالنا تنخدموه مزيان مزيان وعندي هنايا البنات واحد الخماره ها هي وعندي هذا ها ان شاء الله هذا اللوز هذا للتزيين غادي نخدم البيض والسكر عاد غادي نبقى نخوي الحوايج الاخرين شويه بشويه you
كنخدموا هاد السكر هو والبيض مزيان مزيان عاد كنخويو عليهم الزيت. مزيان نخوي الكاس ديالي ديال الحليب نزيد نخوي هذه المعلقه هذه ديال الكوكيتير هكايا قشور ديال الحامض كنخدمهم مزيان مزيان ديال الخميره ديالي غادي نزيد هادشي ديال لافارين اللي بقى غادي نزيد نخدم هاد لاباطه ديالي حتى تجمع ونرجع معكم. انتما يا البنات هاد الطاوه هادي راه دهنتها بالزبده ورشيتها هكايا بالطحين الطحين الابيض وتقدروا ديروا ليها بابي كويسون. المهم انا درت هكايا هاد الطريقه هذه هاد المسكوته هادي باش كتجي صادقه يا البنات كنخدموها مزيان مزيان كنخدموها في الاول البيض والسكر حتى كنخدموهم مزيان وملي تنديروا كاع على داك كل المقادير كاملهم كندخلوهم تنزيدوا نخدموها. دابا غادي نخوي لاكوش الاولى هاد الخليط هذا غادي نفرقوا على ثلاثة ديال المرات ونحاول نفرقها على الطاوه هكايا ها يطفى صورة عاد تدخل الفران سخون وغادي وغادي تذوب وتتقاد بوحديتها هكايا. دابا عندي الفران سخون غندخلها فيه ونخرجها ان شاء الله ونرجع معكم. هانتوما يا البنات دابا جبتها من الفران هانتوما شفتوا. دابا غادي ناخذ هذا الكوفيتير هذا ديال لا فريز ولا فراوله غير هو سمحوا لي البنات هذا قبل ما درناه هنايا هذا المهم قبل ما درناه هنايا باش يجينا ساهل كنديروا فواحد لاكاسرول وكنزيدوا عليه واحد شويه ديال الماء الا ما بغيتوش ما زهر الريحه ديال ما زهر تجيكم فكيكه زيدوه واحد شويه ديال الماء وخليوه تتحركوا حتى كيجرى ما ديروش من القرعه ديروا هكا قاصح وما نجريوش بزاف عاوده البنات. المهم نمشيو غير شويه شويه هكا عينا مزالنا ونقادو فوق الكيكه ديالنا ناخذ واحد شويه ديال اللوز ماشي بزاف غير شويه هكايا نديروه في البلاصه اللي فيها الكوفيتير هذا هكا
نجي ناخذ لاباط ديالي، لاباط ناخذها هكا نبدا بها من الشم. نحاول ما نخليش هاد الكوفيتير هذا تيبان، نحاول نغطيه بلاباط. واحد شويه هكا، نعاود نردها للفران. ودابا يا البنات هانتوما ملي طابت هاد الطبقه، هادي هاد الطبقه الجوجه. دابا غادي ناخذ هاد الكوفيتير هذا ديال المشماش، غنديرو نفس اللي درت في الاول الاخر هكا، نحاول نزيد واحد شويه. غادي نزيد نخوي لاباط ديالي، دائما نبدا من الجناب. هاد لاباط هادي نفرقوها على ثلاثة د المرات، نحاولو نديرو عينا ميزاننا، نخليو كل كوش نخليو ليها حقها. نخلي دايما واحد شوية عندي هنا ونبقى نقاد باش البلاصة لي شتها باينة نغطي بيها. كنمشي غير بشويه باش ما نخرجش داك الكوفيتير فوق لاباط. كنجيب هاد اللوز صافي، غادي نعاود ندخلها الفران.
دابا البنات ملينا خرجناها هانتوما كتشوفوا كيفاش تحمرات، ودائما كنتكوها بداك القطيب باش نشوفوا واش الكيكه ديالنا طابت مزيان. غادي ناخذ دابا سوكر غلاس، غادي ندير هاد الشيتة هادي ديالنا هكايا في الكوفيتر ديال المشماش هكا هكايا. نتوما على حسب البنات، الا بغيتو تزوقوها هكا زوقوها، بغيتو تخلوها ديروا ليها السكر غلاس وتخليوها ماشي مشكل، الواحد كيزوق كيبغى ولا ما تزوقوهاش كاع ماشي مشكل، راه هي تبارك الله فيها القوام وفيها كلشي راكم شفتوا. باش كنخلو داك اللوز ديالنا تيبان، ومني غنديرها في داك البلا ان شاء الله هذا السكر هذا اللي زايد غادي نسوسها البنات البلا ونرجع معكم.